ونحن نوثق الأفيش أو أفيش الفيلم المصري، هذا فيلم حبايبي كتير. وهذا أفيش فيلم غرام راقصة. بالطبع كان الأفيش زمان بسيط، وما يعني تم تخطيطه باليد، بخلاف الأفيش ونحن نتحدث الآن في 2023. وهذا أفيش فيلم ما كانش على البال. مكتبة قصر ثقافة المنصورة وهذا أفيش فيلم لمحمد فوزي وليلى فوزي وتحية كاريوكا. أما فيلم حماتك تحبك فهذا هو الأفيش الخاص بي.